الحين نحكي عن نتكلم مقادير عن البيتزا. وصفتنا الأولى، يلا. هذه بيتزا الأولين، فيها خضار، فيها طماطم، فيها صحة، فيها عافية، مسلولة، حتى البيتزا سليتوها. الله الله يكافينا الشر يا رب. الحريم صارت هالكبر، والبيتزا صارت هالكبر، وكل يبي وش تزيننا أول؟ وش حياتنا أولي؟ كان بنت النعمة هي ما شاء الله مربربة، صح، بنت معك نعمة حق، قالوا معك الحين حق. كذا وكذا ولكن كذا، وبعدين لازم كله صار تفكير. اتيكيت. يا يا ويلي، الله على والله الاتيكيت. اتفق معاكي، بس عاد مع مطبخك يا شيف ضحى ما في مجال يعني ما الواحد انه ادري يا يكون اختي، كلنا هالقد. ناكل بيدنا، صار يقولوا لي انا اللي تاكل وانا اصور سناب، ايه يقولوا صغري اللقمه، ايش فيكي كذا متوحشه؟ الله اكبر. ترى هي لقمة لذيذة، انا ادري باكلها، بس تطعم. واحد عافية جوعان، نفر جوعان، عافية عافية. حياة قلبي. طب يلا عندنا الدقيق، هذه الوصفة ايوه، بمقادير. يلا 4 أكواب دقيق، 3 ملاعق سكر، ملعقة بيكنج باودر، ملعقة خميرة كبيرة، ورشة ملح، وربع كوب زيت، وعندنا حليب باودر. أنا أمس مثلا عجنت بالزبادي، اليوم بوريهم بحليب الباودر. يعني كل مرة تقدرين تستخدمين شيء براحتك. طيب المقادير على الشاشة هالشاشة بالتفصيل. يا تمام، سلام، يلا. حنحط البيكنج حطينا باودر، الحليب البودرة، ايه، وحطينا الخميرة، وإيش هذا؟ السكر، السكر الناعم السكر الناعم، وسكر خشن. لا هو هذا أنا وش حاطة هذا؟ 2 سكر، الحين أشرح لك ليش، طيب، لأنه لسه ورانا ملح. طيب خلاص ملعقة كذا صار صغيرة ملح. جاهز، طيب حنحركهم. المقادير الجافة كيف، بس وأنا أحكي عرب لغة عربية، المقادير الجافة. طيب وبعدين نحط الموية والزيت. كذا يا سلام، وبس حنحط موية شوية شوية ونسولف مع بعض كالعادة ونعجن. ما العجينة مستخدمين عجانة، ما ضرنا أول، اي ما ضر أمهاتنا يشبن الضوء باليد. يطبخون، اي ما ضرهم، يلا حنا يا عجانة وما أدري إيش. سهل الطبخ يا شيف ضحى، أحيانا يعني هي الفكرة إنه نسهل. والله يا حبيبتي كل شيء بيدك خير يا ماما، صح. انت ملمسك، درجة حرارتك وانت تمسكين العجين، الحب حقك وانت تمسكين كل شيء له دور، يعني اي ما في، لا تقولي لي صح. وحتى اصلا العجانة متعة ما تعرفين اذا العجينة، كانت مشكلة العجانة شيء واحد، ما تعرفين يمكن زودتي سوائل او لا، بس بيدك تشوفين لمت تحسي، ما صح. لمت. ايه عاد والعجينه تحديدا احس انه نكهتها غير بالايد. عاد تدري شف ضحى، يعني احيانا كذا ماما تعمل طبخه لذيذه واسالها عن الطبخه، اسالها عن المقادير، تقول لي رؤى ما اعرف بالمقادير، تقول لي زي كذا بالنظر، بالنظر بالنظر ما تعرف بالمقادير، انه ترى حتى انا ملعقه كل صغيره شيء ملعقه بالنظر. كبيره اي ربع ما يمشي، بس احط عجنها، بنحط شويه زيت كذا، اهلنا اول بالنظر يا حياتي، وهم قاعدين ويخلفون ويجيبون كل شيء، وهم يديهم لا في احد العافية يا رب. يساعدهم، لا في احد، لا في غساله، لا في كل ولا شيء، شيء. ولا والوقت فيه بركه، ها؟ ايوه والوقت فيه بركه، بس وينامون كذا على فكره، اهل اول شلون ينامون كذا؟ يا بدون الله احساس، يديهم العافية. ما يمديها اصلا تنق، ما يمديها تنق. عشان كذا يقولوا حريم اول غير حريم الحين يا شيخ. يعني طبعا لانه ما كان يمديها تنق، ما عندها وقت اصلا، والرجال ما عنده وقت يروح يكد على منزله، والمراه تعد الطعام وتتغسل الاولاد وتنظف المنزل، ما في وقت. صح.